أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من دورة الـ Article Writing. في هذه الفيديو سنتحدث بالضبط عن كتابة مقالات مراجعة يعني السلع أو الخدمات التي تتحدثون عنها في موقعكم. سنبدأ ب يعني فكرة شيء يجب أن تعرفونها عن الكتابة بشكل عام. الكتابة أو الـ Writing يجب أن تتعاملوا معه كما يتعامل المهندسون مع البناء، لأنه يجب أن يكون هناك يعني a lot of planning، يعني استعداد كبير. كلما قضيتم وقت أطول في الاستعداد، كلما كان المنتوج الأخير جيد. هنا الاستعداد يتم عن طريق كتابة outlines، يسمى الأوتلاين. الأوتلاين يعني هو الخطوط العريضة لمقالكم. كما أقول هنا، just like building a house, writing requires a lot of planning. You must create an outline. يعني يجب أن يكون لديك outline. Outline في ما ستقوله في المقدمة، ما ستقوله في وسط المقال، وما ستقدمه في آخر المقال. لكتابة الـ outline يجب أن تستعمل bullet points، يعني نقط. كل نقطة تضع فيها يعني فكرة عامة عن ما ستتحدث يعني في هذه الفقرة. وشيء آخر ومهم جيدا وهو subheadings. سنتحدث بشكل معمق عن subheadings في الوقت في سلايد آخر. يعني subheadings مهم جدا لكي يعني لكي يكون هناك يعني format. كما تحدثنا قبل عن الفورمات لل articles، فهي مهمة جدا. عندما تحدثت عن مقالات المراجعة، يعني review articles. Review articles إذا كان لديكم موقع affiliate، فهي الطريقة الوحيدة لجلب يعني لإدخال أرباح على موقعكم. لأنك عندك تتحدث عند منتوج، فالناس الذين يبحثون عن ذلك المقال سواء جاءوا من جوجل أو جاءوا من فيسبوك أو جاءوا من أي موقع أو من أي موقع آخر، فهم في أغلب الأحوال يحتاجون معلومات عن هذا المنتوج. أنتم ماذا تفعلون؟ يعني تعطيهم يعني معلومات زائدة وتؤكدون ما يريدون معرفته عن هذا المنتوج، وتدفعهم إلى كي يأخذ يعني a call to action. هدف الـ review articles هو دائما أن تدفع القارئ لكي يأخذ action على موقعك، سواء يذهب إلى موقع أمازون أو موقع آخر لكي يشتري، أو يضغط على الباي بوتن إذا كنتم تبيعون على موقعكم بشكل مباشر. يعني هنا نقول أن الهدف الأول والأخير هو أن يقوب الزائر أو القارئ في موقعك ب يعني أن يضغط على اللينك أو يذهب إلى الموقع الذي تريدون أن يذهب. هذا هو الهدف، والهدف واضح جدا. الطول، يعني طول المقال يجب أن يكون بين بشكل جيد ما بين 800 أو 2000 كلمة. لا يجب أن يكون طويلا جدا ولا يجب أن يكون قصيرا. يعني 500 كلمة قصير جدا، 800 كلمة يعتبر إلى حد ما طويل. ولكن حبذا لو كتبت مقال يعني تبتدئ ب 800 900 أو حتى 1000 كلمة. sprinkle the article with calls to action هنا تعني أن يجب أن تضع calls to action على مدار المقال، يعني أشياء أو buttons تدفع القارئ لكي يضغط على اللينك للذهاب إلى شراء المنتوج أو الخدمة التي تتحدثون عنها. البداية هو العنوان، الهيدلاين. الهيدلاين هو مهم جدا، يعني كل أجزاء المقال مهمة جدا. بطبيعة الحال الهيدلاين هو مهم لأنه عندما يرون المقال في الهيدلاين أو العنوان في فيسبوك أو جوجل، فهو يدفعهم إلى كي يقرأوا المزيد. عندما نتحدث عن مراجعة مواد أو سلع، كما ترون هنا عندنا ثلاث أمثلة. المثال الأول كان an ADD professional review. يمكن أن تكتب بطريقة يعني جيدة تتحدث، ويجب دائما أن تذكر اسم المنتوج، كان an ADD professional review. المثال الثاني هو كان an ADD نقطتين is it a must have. يعني هنا يقوم الكاتب بوضع سؤال أو طرح سؤال، is it a must have، يعني هل هو شيء يجب أن يكون لدي أو أشتريه. المثال الآخر pros and cons of Canon ADD، يعني السلبيات والإيجابيات للكانون ADD ككاميرا. يمكن أيضا استعمال أمثلة أخرى كمثال، يستعمل على اليوتيوب بكثرة، وهو يسمى
you must have this item, you must have this. And تكتبه في ال في ال في وضع في نفس المقال تكتب يعني بين قوسين seriously you must have this product service. يعني يجب أن يكون لديك, يجب أن تشتري هذا ال هذا السلعة وهذا ال هذا الخدمة. هذه كأمثلة للهيدلاينز. الانترودكشن للعودة للهيدلاينز بشكل سريع. في مجموعة الفيسبوك لديكم الحرية أن تسألوا عن أسئلة إذا أردتم أن نعطيكم يعني أمثلة أخرى عن الهيدلاينز. ف feel free to ask questions في الفيسبوك في الفيسبوك جروب إذا أردتم أمثلة أخرى. Introduction المقدمة. المقدمة سأعود إلى فكرة الباكت بريجيدز لأنها مهمة جدا. الباكت بريجيدز مهمة جدا لأنها تدفع القارئ لكي يكمل القراءة, لأنها هي أول شيء يرى. سنعيد نفس الشيء, سنؤكد نفس الشيء. وأنا الباكت بريجيدز مهمة جدا. هنا لدينا مثال خفيف, مثال ليس بطويل. The Canon 80D isn't what you expect a camera to be. نقطة, عودة إلى السطر في كلمة وكلمتين. It's really not. تعود إلى السطر, فاصلة تعود إلى السطر. To start, the upgrade from the previous model is significant. يعني تكتب بهذه الطريقة أنك تدفع الإنسان لكي يقرأ ويقرأ يعني ويكمل القراءة. لأن هنا تطرح أسئلة تدفع لكي, وهنا لدينا يعني أمثلة كثيرة في فيديوهات أخرى. ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة في الفيسبوك. أرجوكم إذا كان لديكم يعني تساؤلات أو تريدون أمثلة أو رؤية أمثلة أكتبها بشكل يعني مباشر أو لا, يمكن أن أكتبها لكي تأخذوا يعني فكرة عن كيفية كتابة هذه الطرق, لأنها ليست بالصعبة, هي سهلة. وعندما تتعلم كيف تكتب هذه الطريقة تصبح يعني شيء سهل بالنسبة لكم. الباري يعني أو وسط الباراجراف, وسط المقال. Subheadings كما تعلمنا كما تكلمنا عنها من قبل. Subheadings يعني هي طريقة لتقسيم المقال, ولا نريد أن يكون لديك يعني هناك أقسام كبيرة من التكست من الكلمات. لأنها عندما الإنسان يتصفح على الهاتف أو على التابلت أو على الحاسوب لا يكون لها يعني منظر جيد, ولا تشجع الإنسان على القراءة. لأن في أغلب الأحوال عندما يتصفح الإنسان المواقع هو لا يريد, يبحث في أغلب الأحوال عن قراءة يعني كتب أكاديمية أو أشياء يعني مقدمة. لأن أغلب الإنسان يعني يبحثون عن أشياء خفيفة وليست بثقيلة أو معمقة جدا. لأن إذا كان الإنسان يبحث عن أشياء معمقة سيبحث عنها في أشياء يعني مثل الكتب يعني أكاديمية أو شيء من القبيل. لذلك نشجع دائما أن تكتبوا بباراجراف أو بقارات صغيرة جدا. شيء كل باراجراف أو كل الفقرة يجب أن تتحدث عن فيتشر من الفيتشرز الخاصة بالمنتوج الذي تراجعونه. هنا مثال, عندنا مثال في الفون ريفيو. هنا لدينا سبهيرين هو كما ترون هنا هو the display أو الشاشة. The display is, هذا يشجع الإنسان أن يكمل قراءة عن الديسبلاي. يعني تبدأ شيء بدون أن تكمله وتكمله في بداية الفقرة. Just awesome. With the highest pixels per inch density, the Note 9 is now the sharpest display in the world. عندما نبدأ بشيء آخر, السبهدين الذي ترونه هنا يقول coming in loud and clear. هذه عبارة يقولها الأمريكيون تعني أنها أسمعك بشكل جيد جدا. وهنا نتحدث عن speakers أو speakers في الهاتف. The speakers are really good. They are easily some of the best I have heard this year. وهذا يعطيكم فكرة عن كيفية كتابة فقرات. يمكن أن تكون أطول بشيء قليل من هذا, لأنه هنا استعملت يعني جملة واحدة وجملة قصيرة جدا. يمكن استعملكم جملتين في كل فقرة, وليس بالضرورة أن تستعملوا يعني جمل قصيرة جدا. يجب أن تكون يعني طويلة شيئا ما, يعني جملة أو جملتين, ويمكن الذهاب إلى الفقرة من بعد. هنا سنتحدث عن آخر شيء يمكن كتابته في المقال المراجعة. Your opinion, وهو رأيك. الرأي يعني هنا مهم جدا.
لأن القارئ يريد في بعض الأحوال لا يجب أن تضع يعني الرأي الخاص بك، ولكن في يعني بعض الحالات إذا كنت تتحدث عن هواتف، تتحدث عن خدمات، خصيصا إذا كنت تتحدث عن خدمات الناس يريدون أن يعرفوا تجربتك مع الخدمة. إذا كنت تتحدث عن هوستين أو يعني استضافة مواقع، أغلب الناس يريدون أن يعرفوا ما هي كانت تجربتك معه الشخصية. ودائما تترك الأوبينيون حتى آخر يعني فقرة في المقال. Always leave your personal opinion to the end. والشيء الجيد في هذا هو أن يمكنك أن تقوم بالcall to action، يسمى الcall to action أو CTA، الذي تدفع بها القارئ لكي يذهب يزور الموقع الذي يبيع الخدمة أو السلعة أو شيء مثل هذا القبيل. عندما تذكر يعني your opinion what you think، يعني ما تظنه على هذه الخدمة وهذا السلعة، يمكنك استعمال يعني أمثلة مثل هذه. Amazon كمثال is currently running a special promotion for new customers. 50% off when you buy a Canon product. يعني هناك نقول أن أمازون لديها عرض خاص هذه الأيام خاص بمنتجات كانون، ولديك خصم ل 50%. Check it out now before the end of this special. وتجعل هذه الجملة هي الرابط. Check it out now before the end of this special offer. هنا أنك تدفع الإنسان لكي يذهب إلى أمازون ويتصفح الصفحة لكي يرى إذا كان هناك حقيقة خصم على هذا المنتوج. هنا لدينا هنا مثال آخر. The great thing about this service is that it comes with an attractive 2-week free trial. It will allow you to see how it works for yourself without risking your money. At the end of the free trial, you can stay with them or cancel at no charge. Click here to check it out now. هناك برترون المثال يتحدث عن خاصية فترة تجريب يعني مجانية لأسبوعين. يمكنك أن تذهب إلى تجريب المنتوج لأسبوعين دون أن تدفع أي شيء، ولن يكون لديك أي خطر على أو أي ريسك كما يسمى، لن تضيع أموالك، ويمكنك رؤية كيف تعمل الخدمة. وعندما بعد نهاية الأسبوعين يمكنك أن تبقى مع مسجل مع السيرفيس أو الخدمة، أو يمكنك أن تذهب أو إذا لم يعجبك ال service. You can cancel if you don't like the service. هنا كما ترون يعني هو كما أعطيتكم هنا أعطيتكم outline بشكل عام عن كيفية كتابة articles review articles، سواء تكلمتم عن خدمة أو عن service. hope أن ال content هنا مهم جدا، وسنقدم يعني تكملة لهذه الأشياء في المجموعة، وندعوكم لكي تطرحوا أي سؤال لديكم حول هذه الأشياء، حول طريقة كتابة review articles. سأراكم في الفيديو القادم، وشكرا.